قبل ذلك كفارة اليمين هي في إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فهي في الثلاث على التخير، والإطعام مقداره 15 كيلا من طعام البلد مع إدام بخمس دجاجات. فإن عجز عن هذه الثلاث قال فإن لم تجد فصيام 3 أيام، الأيام الثلاثة الأفضل بتتابعها لما جاء في قراءة ابن مسعود فصيام 3 أيام متتابعات، هذا الأفضل، وإن فرقها صدق عليه أنه صام الأيام الثلاثة، والله أعلم.